ايه حسب ايه؟ جرى تكتم في العضلات. يا عم ماما بتعيط بجد وربنا بتعيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبنا؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى الله على النبي. نكسب الصلاة على النبي. احنا النهارده جايين لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم ان شاء الله. نظام الكور يا جماعة. ربع كيلو شطة. والله العظيم بصوا تقيل ازاي. ربع كيلو. لا شطة جبارة بقى. من النحس ده. شعرنا طويل قوي في الاتحاد بتاع مصر. وريالا ما تحطيش بتتعب. بصوا بقى 2 اكس. عمو الكيس جايب المشقلب ولا ايه؟ 2 اكس. لا مظبوط 2 اكس. حرق يا جماعه، حرق جدا. طبعا انا ماليش طبق، ماليش في الكلام ده. خلينا انا اقعد حكم، واللي يخسر فيهم هديله على قفاه. احنا قلنا خليك يا بنت فاتنا معانا وخلص. ايوه والله. ايه اللي يخسر فيهم انا اقول، انا هقول له يتعاقب ازاي الحكم. يلا يا طلعت الثلاثه. قالت لي لا ثلاثه، لا مش عندي الثلاثه. ايه انتوا جباره. ايه ما عملتيش حاجه. يلا يا ابني. احنا عملنا انا ومحمد قبل كده اللي هو الواحد اكس، واحنا جايبين بقى الاثنين اكس. اثنين انا تلاقي اشد كمان. حط الشطه يا محمد. يا خرابي ريحته صعبه قوي. ريحتها معفنه صعبه. يلا طب هو المفروض ده بقى المفروض اسود احمر. لا مش بالعكس. بس ده فتحته ولا شقيته؟ طلعت مقص. تقولي مقص ايه؟ افتح كيلو. ادي يا عم منديل، ادي منديل. بصوا صوابع، بصوا خلي صوابع عامله ازاي. ريحته جباره قوي. يا لهوي لغوصه المكرونه لغوصه. ايه مدوقه ده؟ زيت ده اللي على ايدك ده. زيت خرابي على ريحه. عارفين انت شطه الزيت دي اقوى منها. ليه خراب؟ ناكله ازاي؟ ناس ما تسبب التفاح. اول مره في حياتي اقعد وهو قدامي كده وعمل ما دوته قبل كده. ما دوتوش قبل كده؟ عبيط. حاسس ان انا بحط عسل بس. عسل اسود. عسل حراق. حطي ليه؟ لا دي ما اعرفش، عايز تحطها حطها. اصل انا ما بحبش الاندومي ناشف كده. حمار كده ما جاش. قلنا يا ريتنا ما حطيناش طعمها حلو. انا بحطها اللي هو السمسم والحاجات دي. الفراخ بتقول اللي هو بيبقى طعمه وحش. فين فين الحليب؟ اه جبناش الحليب. يلا انتوا كده بقى ايه؟ نجيب الحليب. ايه تعورت؟ نجيب الحليب. صباع اسماعيل في ايده. واو واو يا حلاوه. واو يا حلاوه. واو دي هتفضل تكبر 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 لحد ما تضيع عينات التليفون. تكبر تكبر تكبر. يلا شيلوا اللوكاس. هات منديل يا فاطمه. يلا يا بنت يا فرياله. فرياله شكلها اللي هتكسب ولا ايه؟ الواد محمد ده لسه بالدلع. هو حرق قوي للدرجه دي؟ والله انا ضايقه واحده بس. مش دي كلها، مش دي كلها. ايه ده؟ ايه ده؟ مش دي كلها. يا شيخ يا لا لا عندكم حق، عندكم حق، عندكم حق. ده ما شاء الله محمد. خلاص ما تتعبيش نفسك يا محمد. اللي خلص كوبايه ميه سمير والنبي قلبه. كوبايه ميه. حاسه بيكوا، حاسه بيكوا. ده انا خدت واحده بس في ايده. واوا واحده بس وهموت. بقي في ريال بقى في واوا. امال اللي بيجيبوا الاسود ده يعملوا ايه؟ يا خرابي يا خرابي. خلاص محمد ده هو اللي كسب. محمد شرفان تحت. بصي الكوبايه عامله ازاي يا سمير؟ من كلنا يا سمير، من كلنا. محمد شرفان تحت هو اللي كسب. هيييي فرياله حبشتكنات قدامها شويه صغيرين. لا لا مش قادر. المره اجرب الاثنين اكس. صعب شويه. صعب. مولع الصراحه يا جماعه. بس محمد عشان التليفون. مولع الصراحه. محمد شرب الميه بقى. لو مشربش الميه فرياله هتكسب. ايه خلاص ده كلها معلقتين. محمد اللي كسب. محمد اللي كسب. ما شاء الله شكله كده داخل جعان ولا ايه؟ شيل المناديل من قدام طبق يا عم عشان نشوفوه. ميه اشرب 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 براد دي الصراحه. نار جهنم. ما شاء الله محمد خلصها. طب حبه البتاع ده اشربه. يا عيني فريالة خلصت. فريالة خلصت يا
خلص مش عارفه اقول ايه، بقي مش عارفه اتحرك. بس اوعى انت لو اكلت هتقعد طول اليوم تصوت. لا يا لهوي يما نور نور. ايه حسب ايه؟ جرى تكتم في العضلات. يا عم ماما بتعيط بجد وربنا بتعيط. حد قال لها شو الشوره الجميله دي؟ انا الحمد لله ما رضتش. قلت لهم ابدا. والله خدت مكرونيه واحده حاسه حاسه حاجات غريبه بجد. شوتها زفت قوي. هوا. لا ده حرق قوي عن عن الاولاني. والله. انا خدت واحده بس الحمد لله. حرقت الدرجه دي. هنرجع لكم بعد الفاصل لما الولية دي توصل. نرجع لهم الفاصل. اقفل يا ابني. ورجعنا لكم في العقاب. قلت بقى فترة طويلة على ما اتكلمت وهونا لها. هونا لها وحطينا اكسجين صناعي. والله العظيم انا حاسه شفافي دلوقتي قد كده هتربطني. بجد ايه شروطها؟ شروطها دي هي اللي بتشير علينا الحاجات دي. معرفش يا جماعه والله ده جبار. قالوا انا بقول له يا لو لقيت الثلاثه او الاربعه هاتوا. يا خرب لي يا ده ما كنتش بقى كان فيه اصلا. والله العظيم بقى الاثنين ده انا اول مره اجربه. بس فعلا والله العظيم جبار. لا صعب صعب جبار. والله انا خدت واحده لحد دلوقتي حرقاني في صدري. هو في الاول اول معلقه هتحس انها مسكره. اه ثاني معلقه تحس ان هي مقمره. ثالث معلقه تحس ان هي مقمره. ثالث معلقه بقى رابع معلقه بقى تحس ان انت نفوخك مش موجود فيك. انا حاسه في نار هنا. تفكر على اللوك. خلاص انا اتوكل على اللوك. فريد محمد جاب لي الميك اب بتاعي الجديد. اللي جابته مش طبعا انا هفكر قلت له بص خليه يرسم لك وشك. هيستخدمه. انا عايز المكياج بتاعك كله. سمناها كده راجل غريب كده. يلا نا هو امل اللي هو يرسم. هو بيرسم في امل اللي كان نفسه. طب صدقي الواد محمد كان بيحب يرسم الرسم ده. كنت رسام صغير. كنت بحب ارسم بس هي خلاص بقى. والله العظيم الواد محمد ده صغير كان بيرسم التوم وجيلي وبيرسم بكار وكل حاجه من غير وطرزان من غير ما يشوفهم. يعني بيمسك ويبص عليهم مثلا كده ويرسمهم. كنت والله العظيم في المدرسه والقبله كانت تخش على الحيطان تشوف الرسومات كانت تفرح قوي. بعد عنك يعني محدش المواهب دي محدش بيقدرها. لا بجد ولا لا. طب انا لسه فاكره دلوقتي اللي هو بيعرف يرسم حلو قوي. انت ممكن تعمل قناه للرسم يا عبيط. اه والله تجيب ورقه وقلم وترسم والناس يشوفوك انت بترسم. اه والله بيحبوا الحاجات دي. خلاص الواحد مش يرسم دلوقتي. لا لا عارف لو رجع يرسم تاني هتعرف ترسم. يلا ارسم بقى يا حبيبي. طلع مواهبك في وشك. انا عايزاك تبدع النهارده. اه شفافي مولعه. عايزك تطلع الشطه دي عليها. مولعه والله العظيم. انا ندمت ان انا اخدت واحده اصلا. ندمت. ولا انا اللي بقول ايه؟ لا ده انا نفسي اعمل تحدي الكوري ده وعمري ما افكر اعمله. بعد دعوه بالطرحه بس على فكره المكياج ده ما بيطلعش والله العظيم مغلب. وعلى فكره دول عقابين مش عقاب واحد بس. انا مش هقول لكم على العقاب الثاني اللي انا اللي هعمله عشان كنت قاعده حكم وقلت انا هعاقب. هتعمل عقاب محمد عاقب وانا هعاقب. لا خليه مفاجاه بقى. تعبيطه مش هقول لك عليه. محمد ما تزودش عشان ده مكياج ما بيطلعش من الوش. هخليك على حواجبك حمراء. رايك يا معلم؟ فعلا ما بيطلعش والله ده صعب. محمد حلقوله بيمكي شويه. هو تقريبا جن. اعملي صمت يا امي. انت تعمل ايه بقى؟ انا مش عارفه والله هي في الاخر هترسي على ايه. زي ما تيجي تيجي بقى. انا هنام شويه يا جماعه. بقي مولع نار. حاجه صعبه كدا. والله صعبه. ما اعرفش اللي بيعملوه كل يوم دول ايه. عندكم معده من ايه؟ معده ايه بقى؟ طب انا عايز الوان. اه في الوان. عايز اسود. في اسود؟ اسود اهو. اسود اللي هو الكحل؟ لا خد دوت احسن من الكحل عشان الكحل ما بادلش الدنيا. خد ده. كحل غالي يا ابني سيبه على جنب. ده ايه ده؟ مش عارف. ده اي لاينر. يا رب يا محمد. اي لاينر اي لاينر. خلاص يا محمد كفايه. اعمل لها حاجات تمنع الحسد. انا بقى الساحره الشريره. احنا هنفتح له كوافير يا جماعه. ايه ده؟ بقي مولع نار. اه والله. اه يا بوك كفر. انا حاسه بيهم عشان اخدت واحده وهموت. امال هم بقى كلوا الطبق. العيال كلوا الحبه اللي فضلوا مني. فضلوا يوحوحوا كلهم. كلهم عمالين يتنططوا بره من الحراق. والله العظيم قعدوا يتنططوا ويصوتوا ويدلوا ميه في عليهم بقهم. هم مش عايزين يدوقوا يجربوا بقى. انت جيت عامل زي طعم. لا الواد محمد ممكن نفتح له هندي هندي. محمد نفتح له كوافير يا جماعه ولا ايه؟ انا بقول كده برضه. حلو كده يا باشا. ناقص حاجه؟ حلو يا معلم. معلم انا حاسه ان خدود اللي خدودي لازقه كده.
خلاص نهارك اسوح يا محمد. ده كله هتقعد تمسك المنديل وتكحت عشان يطلع. تكحت. انا بتوضى واصلي بفضل 3 ايام 4 ايام بفضل اغسل في وشي، يعني شوف بتوضى 6 مرات في اليوم ما بيطلعش ابدا. حلو كده يا باشا. قربي كده على قربي كده على الناس. فريال يا عم اللي هم بتوع الصحراء بتوع البدو اللي هم لا يا عارفين اللي هم السود اللي هم السود اللي هم قاعدين في حته لوحديهم دول بيقعدوا يحطوا بقهم. ايوه هم دول. انا عايز اعرف الكائن ده اسمه ايه، حد يعرفه لو حد اكتشفه قول عليه. ايه ده انا عملت ايه؟ هي قلبت على خنزير دول ايه؟ هم الناس السوعة في اللي بيحطوا حلقان في بقهم دول كده بقى تركب عدسات اللي بتوع القطة دي. اعوذ بالله محدش هيناقش معاها. وسلام بقى لما تعملي لها كده. غرقتنا غرقتنا. انا قلت لها عاجبك يعني عاجبك. والله العظيم فاطمة بتستهبل يا عم، المية كلها دخلت في صدري. ما عشان تفوقي من اللي انت بتقولي معوجة كده؟ قال لها مرض كساح. البيت سنك السودا. ما تجي قاعده لا لازم اعاقب. ما انا مش قاعده القعده دي على الفاضي يا جماعه. طب انا امسح والله العظيم المكياج ده مش بيطلع. انا عارف ايه اللي عملته ده. هو ايه ده؟ هو ده بيدي على ايه؟ اوكي ده على صمودي. امي اول ما اكسبه لو اكون عامله فيك عقاب يا محمد وهبهدل وشك كده. لو كسبت شويه ان شاء الله مولي على شويه يا بني. ماشي. لا فاطمه اللي ما عملتش معانا يا جماعه الجو حر. دخلت في العقاب. امال انا قاعده ببلاش. اصبروا بس فاطمه دي كمان. لا سايبه قوي والله العظيم. فاطمه لربيكي انا مش قاعده ببلاش يا ماما. يا لهوتين لازم اعمل حاجه. ايه ده ايه اللي انا عملته ده يعني؟ ولا ياكل. طب ده قط ولا اسد ولا ده؟ انت رسام فاشل. عارف انت النمر. انسوا الكلام اللي انا قلته عليه. انسوه. نمر ده نمر. نمر مدي على مش عارف ايه ده بجد على النمر. والله العظيم عايز اقول لكم اللي بقي ده كله من حد هناك دوت ولع ولع مولع. ايه رايك؟ مفيش حد يجربه. اوعى حد يجرب. حتى اللي بيحب الشط اوعى تجربه. الناس كلها بتوحوح منه. في ناس يوميا بياكلوا الاندومي. صعب صعب. الوقت كل ولا وحوح ولا محمح ولا معزعز ولا اي حاجه. هو ايه بيقول لنا انتوا عينكم حمرت عيالي ازاي؟ ايه رايكم يا جماعه؟ لازم يا جماعه. انا اروح امسح الهباب اللي هو عمله لي ده. مش هيطلع ولا لا؟ ما يطلعش والله. رج ما بيطلعش. بيطلع بعد كده. عملت قبل كده عقاب عند محمود اخ احمد. احمد عمل لي كده والله العظيم. قعدنا انا ورحاب نمسح ساعه في وشي وما خلاني. في ماده في ماده في ماده اسمها ميه نار دي بتطلع. انا ارش كب حبه ميه نار اروح مسيحه. او حبه جاز كده بجعوم كبريت. واحد عشان يلا يا سلام. اوعى ارمط. اوعى عشان الارمط في دهك باين. استنى دي الفليس. يلا يلا حبايب قلبي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا رب يعجبكم بس عشان انا فيه. اه ما انا عارفه. اوعى وشك. حطوا لنا اشتراك ما تبخلوش علينا بالاشتراك. ايوه حبايبي. كان غريب دوت. طيب قول لنا هو دوت كائن ايه بس عشان نعرف. قول لنا هو ايه كائن غريب. يلا ما نطولش عليك. اللي انا عملته ده يلا. ومدي على القط على نمر ما تعرفش.